أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين بعد الفاصل. لجنة هجرة والمهجرين تعترف بسرقة 90% من الأموال المخصصة للنازحين، هكذا نشر في الهيانات. وفي المدى المرور، إغلاق جميع الطرق التي تتعارض مع سير الزائرين. ونطالع في كتابات العراقيون العائدون إلى مناطقهم المحررة، الانتخابات أم البحث عن جثث الأحباب. ونتصفح في الجزيرة نت، ترامب: سنرد بقوة على هجوم دوما المروع. وفي العربي الجديد نقرأ تحت عنوان البنتاغون: قدمنا سلسلة خيارات إلى ترامب للرد على هجوم دوما. ونتصفح في القدس العربي: واشنطن تريد أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على مشروع قرارها بشأن سوريا رغم معارضة موسكو. ونقرأ في الحياة: FBI يدهم مكتب المحامي الشخصي لترامب. أهلا بكم. خاطبت هيئة علماء المسلمين في العراق أبناء الشعب العراقي بضرورة رص الصفوف ووحدة الكلمة والوقوف بوجه الباطل ورفضه، وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الأمانة العامة بمناسبة الذكرى 15 لاحتلال العراق. وأكدت الهيئة في رسالتها أن مشروع الاحتلال السياسي ما يزال سائرا في نهجه وغيه وممعنا كل الإمعان في تدمير البلاد والعباد بلا هوادة، مشيرة إلى أن آثاره الكارثية تكاد تجتث كل المقومات الحياة في العراق على مختلف الميادين وعلى كل المستويات، من الدولة ومؤسساتها إلى حياة الإنسان والخدمات الضرورية اللازمة لعيشه، بحسب ما جاء في بيان نشره موقع الهيانات. إن التكرار الممل لمراحل المشروع السياسي بأشكالها وتوصيفاتها المختلفة على مدى السنوات الكالحة الماضية يؤكد صواب رؤية القوى المناهضة للاحتلال وعملياته السياسية. في توصيف المشكلة ووصف علاجها المناسب منذ البداية، مبينة أن هذا التكرار وإعادة التجارب الفاشلة يعملان على زيادة عجلة التدهور والفساد وترسيخ الطائفية المقيتة التي هي أسوأ ما سنه الاحتلال وعمل على إحلاله وترسيخه بين العراقيين، فضلاً عن أنهما يمنحان المنتفعين والطارئين والناهبين مزيداً من الوقت والتمكين للسياسيين الذين جاء بهم الاحتلال أو صنعهم على عينه لضمان استمرار طغمة حاكمة متسلطة على حساب شعب معدوم مشرد. وجددت هيئة علماء المسلمين تأكيدها على أن ركائز العملية السياسية من محاصة طائفية وعرقية وتوافقات سياسية أثبتت فشلها عملياً على مدى عقد ونصف، مبينة أن هذا كله يفسر موقف الهيئة الرافض لها ولجميع مخرجاتها، ويبرهن صواب تمسكها برؤيتها للحل الشامل الكامل. ووصفت الهيئة كل من قدم طائفته على الحق بأنه مشارك في مشروع الاحتلال ويتحمل وزرة من نتائج ما حل بالعراقيين من فساد وظلم وضياع أمن وانتشار للفقر والجهل والمرض وقتل وتهجير وتنكيل وانتهاك لحقوق الإنسان وسرقة للمال العام وتضييع للثروات والمقدرات. وذكرت الهيئة أيضا وأنها ذكرت العراقيين بأن هذا العام الطويل والصعب والمأساوي ينقضي وسينقضي، وشعب العراق بين كبوة وأخرى وصدمة وأخرى جعلت البلاد والعباد في مهب الريح، ومكنت لكل من يريد شرا بالعراق أن يفعل ما يشاء. مواجهة الانحطاط السياسي بسلاح السخرية، بهذا العنوان استهل الكاتب ماجد السامرائي مقاله في صحيفة العرب المدنية، حيث يلجأ العراقيون اليوم إلى سلاح السخرية والنقد اللاذع والنكتة
ضد طبقة الانحطاط السياسي المهيمنة على المشهد التي تستخدمها أساليب رخيصة لتجديد السلطة وإدخال بعض الوجوه الجديدة لكنها واجهات لذات مراكز القوة. فقد تضاءلت الأسلحة بين العراقيين في مواجهة حالة الانحطاط السياسي حتى بدأ وكأن حالتهم ميؤوس منها وأنهم استسلموا نهائيا لحكم الأحزاب الطائفية ولمافيات الفساد وتهديم القيم السياسية والأخلاقية، ولم يبقى سوى للأقدار والمعجزات أن تزيح عنهم هذا الكابوس المرير. ما حصل للعراقيين خلال القرن الأخير لم يحصل لغيرهم من أهل المنطقة، ليس بمقدار الآلام الجماعية بسبب الحروب والحصار فحسب، وإنما لما واجهوه بعد عام 2003 من سياسات الخداع والكذب والتضليل باسم الديمقراطية من جانب وباسم المذهب والدين من جانب آخر. هناك معركة خفية لكنها قاسية بين شعب العراق وبين طبقة الانحطاط السياسي الحاكمة والراغبة في تجديد هذا الحكم. افتقد فيها أبناء هذا الشعب أسلحتهم السياسية التقليدية لأن قوتين خارجيتين نفذتا مشروعا واحدا استهدف نزع عناصر القوة من بين أيديهم. الأمريكان المحتلون قيدوا العراقيين بالأغلال وبقوة السلاح، وأتبع ولاية الفقيه في طهران المعروفون بدهائهم وحقدهم الدفين غسلوا أدمغة أبنائه من الطائفة الشيعية. وقد جرب الطلائع من هذا الشعب الوسيلة السلمية في قانون الحكام الجدد وهي التظاهرات، لكنها قمعت بقسوة وسط اتهامات باطلة. ولهذا يلجأ العراقيون اليوم إلى آخر الأسلحة في هذه المعركة، وهي سلاح السخرية والنقد اللاذع ضد طبقة الانحطاط السياسي المهيمنة على المشهد. ويضيف الكاتب: هذا الحكم حتى وإن بدأ مقنعاً بالظاهر لكنه قاس جداً. نعم، في بعض الحالات تقف إلى جانب الصفوف التي غسلت أيديها من قدرة هذا الشعب المعروف في فصول تاريخه القريب بالمواجهة الحادة والدموية في بعض الأحيان للحاكم الظالم المستبد، ولكن هناك حقيقة واقعية هي أن الشعوب تمر بحالات من التراجع والسبات المظهري حتى يتهيأ للحاكم المتجبر بأنه في أحلى حالات نشوته وانتصاراته، لكنها نشوة مؤقتة وتأتي اللحظة التي يحدث فيها الانهيار المفاجئ بقوة. طريق البرلمان معبد بالسبيس. تعد الدعاية الانتخابية في معظم دول العالم حالة حضارية يحاول من خلالها المرشح بتسويق نفسه بعد الشرح وتوضيح برنامجه الانتخابي ليكون المواطن على دراية تامة عن مدى تفكير المرشح ومدى ما يقدمه وما سيقدمه من خدمة لمجتمعه وبلده، ولكن في دول العالم الثالث هذه القاعدة تكون معكوسة. ففي العراق مع كل 4 سنوات تظهر دعايات بطرق مختلفة مثل توزيع البطانيات وما إلى ذلك بحسب الكاتب صباح الخالدي في صحيفة الزمان العراقية. بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 يرى المراقبون أن أسلوب الدعاية الانتخابية للمرشحين ليست لها علاقة لا من قريب أو بعيد بمصطلح الديمقراطية، لأنها ببساطة خداع الناخبين بوعود وتمنيات وأنهم سوف يجعلون البلد يعيش الدنيا ربيع أو أقفل على جميع المواضيع. ومع كل دورة انتخابية تتطور المغريات المقدمة من قبل المرشحين من تقديم هدايا مدافئ إلى البطانيات إلى قطع أراضي وهمية، وصلت إلى توزيع حصص غذائية لأسر نازحة وتقديم خدمات في فرش السبيس وتعديل تخسفات الشوارع وتوزيع العباءات النسائية وخبز عورك، ومنهم من قرر أن ينحر عجلاً كبيراً لو تم انتخابه وصولاً إلى شراء بطاقات انتخابية من البسطاء ببعض الدولارات من السحت الحرام، مع أن معظم هؤلاء هم في البرلمان والدولة، ومنهم تسلم مسؤوليات مؤسسات ودوائر اقتصادية وزراعية وصناعية، بحيث أوصلوا الأوضاع بسبب الفساد والسرقات إلى بلد يستورد كل شيء من السيارات إلى الفجر. الكاتب يضيف: في العراق تحولت المزارع والمصانع إلى مكب للنفايات وأفواج العاطلين من حملة الشهادات العليا، حيث يبحثون عن فرصة عمل وعمال خدمات في المطاعم أو بيع سجائر عند الإشارات الضوئية.
تمر هذه الأيام ذكرى 15 للاحتلال الأمريكي الغاشم لعراقنا الأبي، والذي جرى بحجج وذرائع كاذبة وواهية، والذي كان بحق جريمة حرب غادرة انكشفت معظم أهدافها ونواياها المبيتة ضد شعوب المنطقة، وقد بلغ عدد ضحايا تلك الحرب أكثر من 1,000,000 شهيد، غالبيتهم من المدنيين سواء الذين سقطوا بنيران الحلفاء وأسلحتهم الفتاكة أو الذين استشهدوا بسبب الأعمال الإرهابية والحروب الطائفية. وقد فتحت تلك الحرب أبواب المنطقة برمتها على مصراعيها أمام الغزاة الجدد، لكي لا تقتصر المأساة على العراق لوحده بل لتشمل أقطار عربية أخرى كسوريا وليبيا واليمن، بحسب مقال الكاتب محمد الموسوي في موقع كتابات. لقد سقطت منذ مدة طويلة الذرائع الكاذبة من ادعاءات امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وانكشفت الروايات المختلفة والتي لعبت بريطانيا دورا مخزيا فيها، إضافة إلى عرابي الحرب من أطراف المعارضة العراقية الذين وفروا الغطاء السياسي الغير أخلاقي لتلك الحرب التي قامت وفق خطط معدة منذ سنوات ولغرضين أساسيين، هما التحكم بثروات العراق النفطية وتدمير قدرات الجيش العراقي العسكرية خدمة وحماية لإسرائيل. طبقت بالتالي ما ذكره جيمس بيكر في مفاوضات جنيف لطارق عزيز في إرجاع العراق إلى العصر الحجري، وهو ما نفذ فعلاً عبر التدمير الكامل للبنى التحتية وقطاعي الصناعة والزراعة وكافة مقومات الدولة العراقية ومؤسساتها، بل وحتى سرقة الكثير من آثار العراق الحضارية أو تدميرها، كما حصل مثلاً في موقع آثار بابل التي حولها الأمريكيون إلى منصة إنزال الهليكوبترات. إن مأساة شعبنا لم تنتهي بتلك الحرب العدوانية، بل كانت بداية لمرحلة سوداء لا زالت مستمرة حتى اليوم. فمع تكريس سياسة فرق تسود الاستعمارية المجرمة عبر التقسيم المصطنع كسنة وشيعة وأكراد، والتي أدت إلى اقتتال طائفي شهد ذروته في الأعوام 2006 إلى 2008، إضافة إلى أعمار التعذيب البشع وامتهان كرامة المواطن العراقي في سجن أبو غريب. الكاتب يضيف: ستجري في 12 من أيار القادم انتخابات المجلس النيابي العراقي بإشراف مفوضية غير مستقلة، جرى تشكيلها وفق نفس أسس المحاصصة الطائفية الإثنية البغيضة التي عانينا منها كثيرا طيلة السنوات 15 الماضية، ولكن ما يميزها هذه المرة هو حديث القوائم الطائفية المفتعل بلغة جديدة تركز لفظيا على مبدأ المواطنة والحكم المدني والديمقراطي ونبذ الطائفية، وحتى تعترف لفظيا بفشل تجربتهم في الحكم التي تميزت بالفساد والمحسوبية طيلة السنين الماضية، حيث يهدف كل ذلك طبعا إلى تضليل الناخب العراقي وخداعه من جديد. ولا أستبعد كما يقول الكاتب أن ينجحوا في مسعاهم الشيطاني إلى حد بعيد. ضرب أهل دوما وسوريون غيرهم بالكلام الكيميائي قبل أن يضربوا بالسلاح الكيميائي. الكلام الكيميائي له أشكال كثيرة، حين سك تعبيره سوريا المفيدة، وحين وصف نزوح النازحين بأنه يجعل الشعب أكثر تجانسا، وحين نوعتت أكثرية السوريين بالإرهاب والتفكير والتكفير بالأحرى والإسلامية. هذا كله كان كلاما كيميائيا كما يصف الكاتب، إنه يقوم على نوع من التبويب الماهوي الذي تكون تتمته القتل، بحسب وصف الكاتب حازم صاغية في مقال نشر بصحيفة الحياة. طبعا سيكون من المبالغة أن نفترض امتلاك النظام الأسدي المتهافت تماسكا خرافيا من النوع النازي أو الشيوعي، لكن ليس من المبالغة النظر إلى عقل ذلك النظام بوصفه جمعاً لنتف مبعثرة من الخرافتين الفاشية والشيوعية. وليس صدفة أن القوى والأحزاب المتفرعة عن هاتين الخرافتين والتي لا تزال مقيمة فيهما تلتقي عند تأييد بشار الأسد وسياساته الكيميائية. لكن ما حض على تسريع الانتقال من الكلام الكيميائي إلى الفعل الكيميائي عنصراً، أن النظام عاجز فيما هو ينتصر. إنها الصلعاء التي تتباهى بشعر جارتيها الروسية والإيرانية، مدركة أن رأسها لا ينبت شعراً
وأن الفجور والتوحش هما القبعة والستر. أما العنصر الثاني فإن العالم يجيز التوحش الفاجر. انهيار الخط الأحمر الأوبامي كان محطة بارزة في هذه الإجازة. أما ضرب مطار الإشعارات بالأمس ومطار التيفور اليوم فقليل جدا ومتأخر جدا بقياس الكيميائي. وأشكال القتل الكثيرة الأخرى هذا في انتظار أن يقنعنا ترامب وماكرون بالعكس. ويضيف الكاتب لقد حول الأسدان سوريا إلى سجن والسجن الأسدي نصف الطريق إلى موت السجين. في موازاة ذلك أسست لغة الوحدة والحرية والاشتراكية قاعدة صواريخ لغوية ومفهومية ينطلق منها اليوم الكلام والفعل الكيميائيان سواء بسواء، هذان ليسا شيئين منفصلين، إنهما الشيء عينه. لم يجد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروغاردي في سياق التعليق على تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي سوى قوله يسعى الأمريكيون لسياسات أشد تجاه إيران. ونحتاج إلى تعزيز نظرتنا نحو الشرق الأوسط خاصة الصين وروسيا، وأضاف أن استخدام عناصر متشددة معادية يؤكد أن الأمريكيين يسعون لمزيد من الضغط على إيران. ياسر الزعاتر يكتب في عن وضع إيران بعد تعيينات جديدة في إدارة ترامب. بوسع بعض القادة في إيران أن يهونوا من دلالات تعيين بولتون وقبله تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية وهما من ذات اللون بجانب آخرين، لكن واقع الحال هو أن طهران لا يمكنها تجاهل ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات عليها، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي كان بمثابة نافذة انتظر الشعب الإيراني منها الفرج بعد سنوات حصار ذاق خلالها الأمرين. ما حدث لإيران وما يمكن أن يحدث لاحقاً لم يكن سوى نتاج أحلام التمدد التي تلبست عقل المرشد والمجموعة الصغيرة التي أحاطت به خلال العقدين الأخيرين، وهي أحلام لا صلة لها بالواقعية السياسية ولا بموازين القوى الدولية والإقليمية. فليس ثمة منطق ولا عقل يقول إن المحيط العربي والإسلامي سيقبل بهيمنة إيران على عدد من العواصم العربية. من يتابع الجدل الداخلي الإيراني كما تعكسه مواقع إصلاحية ومحافظة يدرك أن أسئلة القادم تلقي بظلالها على السياسة الإيرانية. ويضيف الكاتب فليس ثمة منطق ولا عقل يقول إن المحيط العربي والإسلامي سيقبل بهيمنة في إيران مطلقا على عدد من العواصم العربية مع اعتبار الشيعة فيما تبقى من الدولة بمثابة جالية إيرانية تحركها طهران متى تشاء وفي الاتجاه الذي تشاء، كما أن الوضع دولي لن يقبل بتحول إيران تبعا لذلك إلى قوة دولية تتحكم في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم كما يصف الكاتب. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. بعيدا كل البعد عن السياسة، حقق العلماء الأمريكيون تقدما هاما في علاج مرض السرطان بعد فك رموز الشفرة الوراثية لآلاف الأورام بتوفير خريطة طريق لمزيد من العلاج الفعال وتطوير أدوية جديدة. وأقل عادت الدراسة التي أجريت بجامعة واشنطن تعريف أنواع السرطان إلى ما هو أبعد من المصطلحات مثل سرطان الثدي واللمعة التي هي أوصاف فقط لمكان ظهور السرطان لأول مرة، وبدلا من ذلك يمكن أن يؤدي التركيب الجزئي والمكتشف حديثا للسرطانات إلى تغييرات جذرية في كيفية اختيار
أفضل الأدوية للمرضى. وبمقارنة هذه البيانات الجديدة بمعلومات عن العلاجات المرخصة للاستخدام في هذا المرض حفظكم الله، أظهر الباحثون أن 50% من هذه الأورام البالغ عددها 11,000 كان لديها علاجات فعالة محتملة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتوش. نلتقي على خير.